يا هلا وسهلا. اليوم صراحة اشتهيت شاي وقلت خلني أروح أشرب الشاي في مصنع الشاي. Hello sir, hi everyone. Welcome to our tea factory. Thank you. Okay. طبعا في البداية يشرحون لك أنواع الشاي ولو حبيت يأخذون فيك جولة يخلونك تشوف طريقة معالجة الشاي. لكن على فكرة سويت مقطع يشرح لك بالتفصيل طريقة معالجة الشاي، راح أحط لك الرابط في الوصف تقدر تشوف المقطع. والحين بجلس في هالمكان الرايق وبشرب لي أحلى كوب شاي. يعني مو بس كوب، يعني لا تكونوا دقيقين مرة، ممكن 9 أكواب بس. والحين راجعين لبيت المرشد، نودعهم ونشكرهم على حسن الضيافة. وهذا كان اليوم الأخير في ضيافة هذا الشيخ شنثكا. You have good hospitality and you've been very generous. Thank you so much. You're welcome. الحين إن شاء الله رايحين إلى كولومبو، راجعين للعاصمة كولومبو حتى نجرب إن شاء الله أنواع كثيرة من الشاي. وصلت الحين إلى كولومبو، وأنا الحين عند أحد شركات توريد الشاي، فرح ندخل إن شاء الله ونشوف وش ممكن يقدمون من شاي، وش البلند اللي ممكن نحصل عليه من عندهم. طبعا في الغالب يكون ممنوع التصوير في الداخل. الله ييسر الأمور إن شاء الله ونلقى شاي ممتاز. بعد ما سوينا البلند للعينات الحين نبدأ نستخلص الشاي. ولا زالت التجارب مستمرة. الحين جتني عينات بالفندق، راح أجربها. وفي عينات أخذتها أمس من بعض الشركات، والله يعين ويسر الأمور. وإذا تبون الصراحة، رغم التعب والوقت اللي أقضيه من الصباح حتى الليل كله تجارب في الشاي، إلا إني مستمتع في كل لحظة صراحة، مستمتع وبقوة. ما أطول عليكم، راح أستمر في التجارب وأشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي من يوم آخر في سريلانكا.